المسائل الثلاثة. مسألة تنبي. المسألة الأولى أننا لابد أن نفرد الله بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. مسألة تيموي ريكو جيباني ها تيموي كيين ترو جيجيك تا الله سبحانه وتعالى تيموي كوت الله سبحانه وتعالى كيجينا دال بنكار الله سبحانه وتعالى جينا دال يين ترو إبادت تجمبو كوت هاي الله سبحانه وتعالى تيموي كوت دال يين من ترو شريك تجمبو الله سبحانه وتعالى لاي. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا أي أحد. مسألة تيبي كيين ترو دنتا يين من ترو إبادات ترو ينبو نابسين أمبي الله سبحانه وتعالى تي دوشي نبي دوشي أنبياء دوشي فراء علماء يين من ترو إبادات ريكو كروب سكارة ترو ينبو بوكيلا. المسألة الثالثة بانها تيبي لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. جام باي ترو يين أوي مين كي أوي جمهو تاك كم أوي لم إين نوبي دا يين تم نأ تم نون ريكو تفو أوي موي جي موي نابسين نفي لهم بالعهود، العهد اللي بيننا وبينهم، يعني لا تعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. هاي كم بمن جان تا أو ين رن تتنج موي كي رهور طال تمين كا كاب سملاب أريو كم مين كا برحجا سي ينبي بكا تنغهنن. ومع هذا جي موي كنين هدا لا نتعرض لهم بالتعدي، ما نتعدى عليهم. نعم ين كم تأو جمو تا كم تفي أوي دا هو حيت جيموي نن بوكي تنغ انو ندعوهم الى الله كي جين ترو امبيو نيو ري كو ناي نوم ببول بوكي اوي لا لا نشاركهم في اعياد في احتفالات في لباسهم هاي اوي دا سمكان جين كو چنگ چام يين من ترو جو روم جيموي بوكي نو رول بركان هاي دال كي من انونيان دو لاي ندعوهم الى الله ونخاف عليهم من النار ننصح لهم يين امبيو نيو ري كو ببول كي تو رو فلو الله គឺយើងប្រាប់គេហើយយើងខ្លាចពួកគេចូលក្នុងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡា